جماهير الزمالك كابتن اشرف، وجود حضرتك معانا تطمن على لاعبتها اللي سواء ساسي او اوباما واشرف بن شريف، فكره التمديد والتجديد كلام كتير يا كابتن برضو، فمن خلال تواجد حضرتك تقدر توضح لجمهور الزمالك كل التفاصيل. هو طبعا يعني انا اتكلمت فيها كتير، بس هو طبعا طبيعي جدا ان الجمهور الزمالك بيحب لعيبته دي وعايزهم موجودين معاه على طول، وطبعا احنا بنطمنه من يعني احنا في بعض الامور احنا بنمشيها بشكل تسلسلي كده، واولويات احنا بنعملها. من اولوياتنا طبعا مستحقات اللاعبين ككل، مجموعه اللاعبين 30 واحد اللي موجودين عندنا ليهم مستحقات كانت متاخره، الحمد لله قدرنا نوفرها الفتره اللي احنا فيها الاخيره. جميل جدا. متواجده دلوقتي خلاص، يعني ان شاء الله تبقى موجوده معاهم بكره باذن الله في حساباتهم كلها. الحاجة الثانية طبعا ال 25% المستحقات بتاعتهم بتاعت الموسم الجديد، زي ما قال النهارده المستشار هشام ابراهيم في المؤتمر الصحفي اللي كان معمول، ان هم بيوفروا في خلال الاسبوع ده هتكون تم توفير ال 25% لعقود اللاعبين. فدي من الحاجات اللي هي القوية جدا ومبالغ كبيرة جدا بتتوفر في مرحلة كبيرة لمجموعة اللاعبين ككل، بما فيهم اللاعبين المحترفين اللي عندنا. يعني مش عايزين نقول اجانب لان هم مش اجانب، هم عرب زينا، فعايزين نقول اللاعبين المحترفين العرب اللي معانا، فمش عايزين نقول تمام اللفظ كابتن. تمام، واخد بال حضرتك. فاحنا بنحاول نوفر الكلام ده كله. عندنا بقى النقطه الثانيه اللي هنبتدي نتحرك فيها بعد الامور دي او في خلال التجهيز المستحقات للاعبين كلهم، هي التجديد لفرجاني ساسي، وده مطلب طبعا لينا كلنا قبل ما يكون جماهيري كمان. لان احنا حابين اللاعب يكون موجود معانا، لان هو هل في وقت محدد يا كابتن اشرف بالنسبه للثلاث لاعبين دول، ان احنا مثلا جماهير الزمالك يعني مثلا تقول بعد اسبوع 10 ايام يكون خلصنا؟ لا هو لا، هو في اتفاق فعلا يعني حصل ما بين الكابتن ايمن يونس، لان هو ماسك ملف التجديد مع فرجاني ومع مجموعه اللاعبين اللي هيتعدل عقودهم واللي هيتم تجديد عقودهم او تمديد عقودهم كمان في الفتره الاسبوعين اللي فاتوا. وكان طلع وكيل اعمال ساسي واتكلم في الموضوع دوت وقال ان احنا اتفقنا خلاص وقعدنا واتفقنا، وبعض الامور الماليه والبنود اللي في العقد هنتفق عليها في خلال الاسبوعين اللي جايين، وهينتهي الموضوع التجديد ان شاء الله. وساسي قال في اكتر من مكان تصريح ان هو حابب ان هو يكون موجود في نادي الزمالك. هو بيحب النادي جدا وبيحب اللعيبه جدا وبيحب جمهور نادي الزمالك وبيحب ان هو يعيش في مصر كمان. فدي حاجه برضو يعني تريح الناس كلها. الميعاد بس يا كابتن هي النقطه، الناس ايه كل شويه كانت بتسمع بكره بعده، حتى الان مفيش. حضرتك قلت لي لا هو ده التفاصيل ماشيه ازاي، لكن الاتفاق امتى يمضي، امتى ميعاد معين يا كابتن؟ يا كابتن اتفضل يا كابتن. هو في اصلا كان في اكتر من 100 اجتماع ما بين الكابتن ايمن يونس ووكيل اعمال فرجاني وفرجاني نفسه. اوكي. وهم قعدوا اتفقوا على امور، فهو بيبقى في بعض الامور هم بيتفقوا عليها، يعني هم يعني كل يوم بيبقى في تواصل واتصال على البنود اللي هتبقى موجوده في العقد عشان يبقى في اتفاق نهائي ويتم صرف الفلوس. المقدم بتاع العقد الجديد يعني. الحاجه الثانيه انت عندك بعض اللاعبين، يعني عندك لاعبين عقودهم كانت بعيده خالص عن التقييم المظبوط، فاحنا ده هيتم تعديل عقودهم، عدد كبير من اللعيبه مش واحد او اثنين. يعني عندك مثلا شيكابالا وجنش وزيزو اوباما، في لا في مجموعه كبيره جدا يعني ممكن يوصلوا لثمان او تسع لعيبه او 10 لعيبه كمان. فده ملف كبير، بس انت عايز برضو في عندك 30 لاعب ليهم مستحقات كبيره، فعايز توفرها لهم. الحمد لله توفرت الحمد لله. الفترة اللي جاية هيبقى التجديد لساسي ان شاء الله. واحنا جايين برضو، لازم الناس تعرف يا كابتن محمد وكابتن ابراهيم، ان احنا جايين نحافظ على الفرقة. احنا استلمنا فرقة قوية، يعني برضو لازم مش عايزين نبخس حق الناس اللي كانت قبلنا، لا عملوا فرقة كويسة وبنوا فريق قوي وفريق كويس، عايزين نحافظ عليه، واحنا بنعمل كل ده عشان نحافظ عليه. بس عايزين نوصل للناس ان احنا بقالنا 14 يعني اسبوعين او اقل من اسبوعين، فمش كل الكلام ده هيتعمل في الفتره دي. احنا بنحاول ان احنا نحل كل الامور دي علشان نفصل الفرقه عن المشاكل اللي هي موجوده، المشاكل الماديه. هي مش مشاكل، هي بس محتاجه وقت شويه طبعا، بس احنا بنستعجل الوقت ده. وبنحاول ان احنا نسبق يعني الاحداث. بس اهم حاجه في كل الكلام ده كابتن محمد،
وكابتن ابراهيم عارف ان الحاله النفسيه للاعب بتتاثر بشكل كبير جدا، وما ينفعش نضحك على نفسنا نقول ان احنا ما بنتاثرش، لا لعيب الكوره بيتاثر بالشكل طبعا، ده شيء طبيعي طبعا. يعني ما فيش اللي يقول كده يبقى هو بس في وجود حضرتك ووجود الكباتن كبار عمليه الفصل انا واثق انها هتكون موجوده بدليل الفوز يا كابتن، بدليل الفوز لا واللعيبه كمان، اللعيبه كمان هي بيبقى ليها العامل الاساسي لان هي دي الاداه المنفذه جوه الملعب، يعني انت ممكن بتجهز لها كل حاجه لكن هي مش عايزه، لا اللعيبه كانت عايزه المباراه اللي فاتت امبارح كانوا بيأدوا بشكل كويس جدا، الروح كانت موجوده. ممكن اقول لك احنا ما وصلناش للناحيه الفنيه اللي ممكن نقول عليها دي احسن، لا ما وصلناش لكن في عندنا روح، احنا عايزين نكسب. طيب تحس في الملعب ان انت عايز تكسب. المكسب ده كان ضروري جدا امبارح. طبعا طبعا طبعا. طيب يعني كابتن سؤال اخير بس عشان انا الوقت الحلقه، يعني كان في كلام ان حصل مشاده ما بين باتشيكو وشيكابالا، يعني برضو توضيح الامور دي. لا 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 مفيش الكلام ده يا جماعه، مفيش الناس يعني الناس سايبه كل حاجه بتتكلم على حاجه غريبه جدا. ده شيكابالا اكتر واحد بيشجع لعيبته جوه الملعب حتى وهو بره، حتى لو ما لعبش. تمام يا كابتن. شيكابالا كابتن فرقه، قائد داخل الملعب وخارج الملعب. تمام. شيكابالا من الناس اللي احنا كمان احنا شيكابالا هنزود، يعني هنزود عدد سنينه في الفتره اللي جايه. انا من وجهه نظري شيكابالا مهم جدا، مهم جدا، اذا ما كانش جوه الملعب هيبقى بره الملعب. لكن هو لا غنى عنه ان هو يبقى خارج الملعب، لا انت محتاجه قوه كبيره جدا جوه الملعب، يعني صحيح. الواحد فعلا بيستمتع بيه. لا شيكابالا اختلف تماما يا كابتن الفتره الاخيره. كابتن اشرف انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كابتن اشرف قاسم نجم نادي الزمالك السابق والمشرف على كره بنادي الزمالك في التوقيت الحالي، طبعا توضيح لبعض الامور بالنسبه لجماهير الزمالك عن كل اللاعبين وكل الامور الخاصه بفريق كره